راح نروح ايضا لزميلتنا ليا نحاس اللي متواجده بكنيسه سيده دمشق لنقل قداس يوم الاحد. يسعد صباحك ليا عن جديد. يسعد صباحك عن جديد وصباح الخير لكل المشاهدين. يعني اليوم الأحد تقام الصلوات بكافة الكنائس في دمشق، مثل ما تابعنا كنا في الكنيسة والكاتدرائية المريمية، والآن نحن موجودين في كنيسة سيدة دمشق، ومثل ما عم نتابع مشاركة المؤمنين بعد انقطاع من المشاركة في الصلوات. اليوم تقام الصلوات ولكن المؤمنين يشاركون ضمن الأخذ الحيطة والحذر بالتباعد بين بعضهم للمشاركة بالصلاة بسلامة. رح نروح مع الصورة مع عبد السلام. الصلوات في كنيسة سيدة دمشق، وطبعا بدنا نتشكر شباب الكشاف يلي موجودين على الباب وعم يقوموا بتعقيم الإيدين لكل المؤمنين يلي جايين يشاركوا بالصلاة. مثل ما منتابع لكم مباشرة صلوات يوم الأحد، بدي أقول إن شاء الله يا رب أحد مبارك على كل السوريين بالصحة والخير والسلامة، ورح أرجع لعندكم صبايا.